بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. طبعا أخذنا المحاضرات السابقة على الألكل هالايز وعرفنا شنو الألكل هالايز. اليوم نطلب لموضوع جديد طبعا أو لأول مرة يجوز أنتم راح تاخذونه، اللي هو ستيريو كيمستري، واللي هو الكيمياء الفراغية. راح ناخذ هاي ما معنى الكيمياء الفراغية وعن شنو الفائدة منها في المستقبل. طبعا الكيمياء الفراغيه ستيريو كيمستري ريفرس تو دي 3 دايمنشنال بروبرتيز، يعني تشير لنا علما الى الخصائص الثلاثيه الابعاد اند رياكشنز اوف مولكيولز، وبعد تفاعلات الجزيئات. يعني انت خلي ببالك كلمه ستيريو معناها فراغ، يعني كيمياء فراغيه، يعني احنا نعرف شنو شكل الجزيئه، كيف تكون في الفراغ، كيف تكون المجاميع بالفراغ، شلون موزعه هاي المجاميع او الذرات المرتبطه، شلون راح تكون شكلها بالفراغ. ولهذا راح نشوف it has its own language and terms that need to be learned in order to fully communicate and understand the concept. يعني لها راح تكون لها لغتها ولها مصطلحاتها اللي نحتاجها للتعلم حتى تكون فيها للايصال والفهم هذه المفاهيم. ولهذا قبل لا ندخل بالستوري كيمستري لازم نفهم مصطلح اللي هو انت مار عليك هو الايزومر. شنو معنى الايزومر وكم نوع من الايزومر؟ اول شيء احنا نعرف الايزومرات، اذا انت تتذكر ما اخذها، اذا اعطيتك الصيغه الجزيئيه واحده واقول لك هاي الصيغه الجزيئيه المولكيو فورمولا، انطيني اكثر من عدد ستراكشر، كم ستراكشر راح تعطيني؟ فراح انت راح تعطي اكثر من ستراكشر. مثلا مثلا عندك الصيغه اللي هي امامك، هاي الصيغه اللي تحتوي على اربع ذرات كربون اللي هي C4H10، يعني اربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين. فاقول لك ارسم لي مركب، انت راح ترسم لي مركبين اللي هو هذا امامك اللي هو عباره عن بيوتان، والمركب الثاني اللي هو ايزوبيوتان. ممكن انك ترسم لي هذا المركب، ممكن هذا المركب، اثنينهم عباره عن اربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين. فهذا هو معنى الايزومر. الايزومر اذا هو شنو؟ هو عباره الايزومرز ار ديفرنت كومباوندز، طبعا هي مركبات مختلفه وذ ذا سيم مولكيولار فورمولا، لها نفس الصيغه الجزيئيه. فاحنا نعرف ان المركبات الكيميائيه لها اكثر من، يعني الصحيح لها نفس الصيغة الجزيئية ولكن لها أكثر من صيغة تركيبية. فإذا نعرف هاي الأيزومر قبل أن ندخل بالستيريوكيمستري لازم نعرف شنو الأيزومرات وكم نوع من الأيزومرات. طبعا there are two major classes of isomers، هناك نوعين أساسيين أو رئيسيين من الأيزومرات. طبعا أول واحد يسمونه constitutional isomers طبعا، والثاني هو stereo isomers، مو stereochemistry، stereo isomers. يعني خلينا نقول الكونستيتيوشنال ايزومر اللي هو ستراكشرال، يعني نقول عنها ايزومرات تركيبيه وايزومرات فراغيه. نعم، فخلينا نعرف شنو هي الايزومرات التركيبيه الكونستيتيوشنال اور ستراكشرال ايزومر. طبعا ديفرنت ذا واي ذا اتوم ار كونكت تو ايج اذر، طبعا انها شنو هي؟ طبعا تختلف في طريقه ارتباط الذرات يعني مع بعضها الاخر، يعني فقط المجاميع او الذرات كيف مرتبطه. مثل ما تشوف هذا المركب اللي اخذناه، اذا تشوف هنا هاي المجموعه طبعا CH3 هنا صارت هاي CH3 اجت وين؟ ارتبطت بهاي وصارت CH2 CH3. فقط هنا المجاميع، يعني بس فقط اختلاف بالارتباط، هذا اللي هو ستراكشرال ايزومر. يعني ماكو شيء فراغي. الشيء الفراغي راح نشوفه شلون يصير الستيريو ايزومرز. كونستيتيوشنال ايزومرز طبعا هاف، يعني شنو الها؟ اولا ديفرنت ايوبك نيم، يعني انت من تجي تسمي ذني المركبين، اذا تشوف هذا المركب تسمي هذا المركب، هذا المركب سميناه، هذا ممكن انك تسميه بايوباك، طبعا راح تسميه ان بيوتان او بيوتان، وهذا راح اسميه اثنين مثل بروبان. واضح؟ اذا الهن اسماء مختلفه.
بعد the same of different functional group. طبعا ممكن انها تكون نفس الفانكشن جروب. اذا تلاحظ هذا المركب، المركبين ذي الاثنين هنا هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن الكان. اذا نفس المجموعه الوظيفيه هو عباره عن الكان، لكن شنو الديفرنت فانكشن جروب؟ ديفرنت فانكشن جروب مثلا عندنا مركب، خلينا ناخذ مركب اللي هو سي اس سي 2 اتش 5 او، يعني او العفو سي 2 H6O، يعني معناها اني عندي ذرتين كربون، هاي ذرتين كربون، هاي وحده وهاي وحده، وعندنا هنا طبعا وعندنا هنا اكسجين، ممكن يكون هنا الاكسجين اللي هو شو راح يكون عندنا المركب؟ هو عباره عن ميثانول، ممكن هيك مركب، وممكن يكون عندي مركب العفو وممكن يكون عندي مركب اللي هو عباره عن CH3، وعندنا ممكن يكون أكسجين، أكسجين وبعدين CH3. فممكن يكون هذا المركب اللي أمامك ممكن اللي هو نفسه يحتوي على ذرتين كربون وستة هيدروجين وأكسجين واحد، وهذا كذلك إذا تشوفه يحتوي على CH3 CH2 OH، همين ذرتين كربون وست ذرات هيدروجين وواحد أكسجين. فهذا المركب هو عبارة عن إيثر، هذا الأشياء اللي أنا هذا عبارة عن إيثر، أما المركب الثاني هو عبارة عن كحول، ولهذا راح الشرح تكون ممكن أن يختلف بالفانكشن جروب، هنا مجموعة إيثر، هناك مجموعة كحول. طبعاً هذا ممكن أنا يعني نستخدم طرق فيزيائية different physical لها يعني خواص فيزيائية مختلفة، وكذلك يمكن أن نفصلها بphysical techniques. طبعاً أكو تقنيات فيزيائية مثل distillation عن طريق التقطير او different chemical properties، وكذلك لها مثلا خصائص كيميائيه مختلفه. هذه الخصائص طبعا هي تعطينا behavior السلوك او اللي راح تنتج لنا بها products and chemical reactions، حتى تعطينا نواتج مختلفه. give different products and chemical reactions حتى تعطينا نواتج مختلفه من التفاعلات الكيميائيه. هذا هو عبارة عن constitutional isomer، إذا هو عبارة عن شيء تركيبي ما له شيء بالفراغي اللي إحنا نريده اللي هو stereochemistry. اللي يهمنا هو stereoisomers اللي هو الايزومرات الفراغية. الايزومرات الفراغية differ only، انتبه، differ only فقط شنو هي؟ تختلف in the y atoms are oriented in space، طبعا فقط تختلف في طريقة توجيه الذرات في الفراغ، ماشي؟ يعني أنا عندي فقط نفس المركب، نفس شوف، ولهذا ايش راح يكون؟ ستيريو ايزومرز راح يكون هاف ايدنتيكال ايوباك نيمز، راح يكون الاسم متطابق إلها ما عدا شنو؟ اكسبت فور برفكس لايك سيز اور ترانز، ما عدا إذا كان سيز أو ترانز، شنو السبب؟ لأن سيز وترانز راح يكون توجيه الذرات مختلف. كأن تكون مجموعة الهيدروجين، كأن تكون شبيهة عبارة عن نفس يعني تكون متقابلة اللي هي ترانز، أو تكون نفس الاتجاه عبارة عن سيز، شلون؟ فقط توجيه الذرات أو توجيه المجاميع الموجودة. بعد طبعا because they differ only in the three dimensional arrangement، طبعا فقط إنه بسبب خلينا نقول of atoms، بسبب ترتيب الذرات المختلف وين؟ بال 3 dimensional. Stereoisomers بعد شلها have the same functional groups، طبعا إلها نفس المجاميع الوظيفية، ماشي؟ يعني فقط احنا قلنا نفس الاسم، ما دام نفس الاسم نفس المجموعة الوظيفية ما عدا السيزوتانز. السيزوتانز ما تعتبر مجموعة وظيفية، فقط توجيهية. بعد طبعا هذا المصطلح 3 dimensional arrangement طبعا يدعى called هو configuration، هذا المصطلح هو configuration، هذا configuration يعبر عن الشيء فراغي. طبعا اكو مصطلح انتم ماخذينه هو conformation، conformation الخاص بالكائنات اللي تصير عملية الدوران بها حرة، وواحد تعطينا
مركبات تختلف، مو مركبات فرعية مثل ما ناخذها بالستيريو ايزومرز. طبعا ولهذا الستيريو ايزومرز ديفر ان كونفجريشن، ولهذا راح يكون يعني اكو اختلاف بالكونفجريشن. اكزامبل سيز وترانز ايزومر، مثل السيز والترانز. اذا تشوفون هذا المركب هو عبارة عن ترانز، وهذا المركب هو عبارة عن سيز، ماشي؟ اذا تلاحظون نفس المركب، نفس الفانكشن جروب، نفس الاسم اللي هو ذا ياخذ واحد اثنين دايمثل سايكلوبنتان، والثاني هم واحد اثنين دايمثل سايكلوبنتان، لكن طينا مصطلح برفكس ترانز وسيس للتعبير عن ان هذين المجموعتين شلون موجودات، هل بشكل متقابلات او بشكل متجاورات، ماشي؟ او نفس الاتجاه مالته. ولهذا فقط نعوض عنها بسيز او ترانز. سيم مولكيولز فورمولا، طبعا الى نفس الصيغه الجزيئيه، سيم نيم، طبعا نفس الاسم ما عدا اكسبت شنو ذا برفكس اللي هو شنو عندنا اللي هو سيز او ترانز. نجي طبعا هاي مقالة ستيريو ايزومرز. الكونستيتيوشنال ايزومر طبعا مساء اخذناها، ايش قلنا مثل هذا عندنا مركب اللي هو شوف عباره عن 6 ذرات كربون مع 14 هيدروجين. هاي 6 ذرات كربون 14 هيدروجين، من تي ترسمه ممكن انك ترسمه بهذا الشكل، ممكن انك ترسمه بهذا الشكل. شوف اذا ممكن انك شكلين ترسمه، اول واحد هو يعطينا اثنين مثل بنتان والثاني ثلاثه مثل بنتان. اذا تشوف الاسم اختلف ذاك، اذا تشوف المركب الستيريو ايزومر اللي هو ايش راح يكون، هو واحد اثنين دايمثل نفسه، واحد اثنين دايمثل سايكلو بنتان، هنا لا صار اثنين مثل بنتان او ثلاثه مثل بنتان. اذا تشوف الاسم كان هو ديفرنت، يعني راح يكون مختلف عنه. هنا طبعا اجي هذا نفس طبعا سيم مولكيول فورمولا ديفرنت نيمز، طبعا راح يكون نفس الصيغه الجزيئيه ولكن الاسم مختلف. طبعا عندنا مصطلحين كايرال واكايرال مولكيولز. طبعا شنو معنى الكايرال وشنو معنى اكايرال، شنو معنى الجزيئات الكيراليه وجزيئات اللا كيراليه، خلينا نقول غير كيراليه. طبعا اول شيء نعرف شنو معنى كايرال. كايرال طبعا يعني اتتنا كومس فروم ذا جريك وورد، طبعا كلمه غريقيه خلينا نقول، او هاي معناها هي عباره عن كير، يعني تعني مينينج هاند، يعني هو عباره عن يد، قبل يسمونها كير عندهم المصطلح، ولهذا اخذنا مصطلح الكايرال من هذا المصطلح الإغريقي او اليوناني. طبعا ليفت اند رايت هاندز، طبعا خلينا نتخيل عندك انت ايدك اليمنى وايدك اليسرى، فلو ايدك اليسرى ضعها امام المرآة، هسه انت امام مرآة، اذا عندك مرآة ضع ايدك اليسرى امام المرآة، راح تشوف مقابلها يد، هذه اليد هي نفس اليد اليمنى اللي عندك انت، واضح؟ هي نفسها بالمرآة راح تصير اليد اليمنى، هذا هو معنى الكايرال. بعد اكو لهذا يكون لها ميرور ايمج، يعني يكون لها صورة مرآة، واضح؟ الكايرال هي صورة مرآة. طبعا ذات دو نوت سوبر امبوز اون ايج اوذر، هاي هسه راح نشوفها شنو معناها، هسه نشوفها شنو معناها. طبعا كل شيء everything has a mirror image، كل شيء له صورة مرآة بالأكيد، يعني كل شيء أنت تخليه أمام مرآة له صورة مرآة. لكن الأهمية اللي هي راح تكون whether a molecule and identical or different، لكن هاي الصورة المرآة له هل تكون متطابقة، يعني هل تكون متطابقة أو مختلفة عنها، شلون from its mirror image. يعني مثلا هسه انت الايد هاي مالتك اليمنى والايد اليسرى، واضح؟ احنا قلنا الايد اليمنى هي صورتها المرآتيه هي اللي هي اليد اليسرى. هسه اذا تشوف ايد هاي الايد اليسرى ليفت هاند طبعا الموجوده عندك بيدك، وهاي الرايت، اذا تشوفها تضعها واحده فوق الثانيه راح تشوف هل هن متطابقات؟ لا، غير متطابقات. اذا تشوف الابهام مع الايد اليسرى مو متطابق مع الابهام مع الايد العفو اليد اليمنى مع الايد اليسرى،
ولهذا راح نقول انا هذا شني هو عبارة عن كايرال. اذا الكايرال هو عندما يكون طبعا صورة مرآة ميرور ايمج لكن دون نوت سوبر امبوز، يعني ماكو غير متطابقة، ماشي. اما اذا كانت متطابقة نقول عنها كايرال. هسه راح شو ناخذها، راح المصطلح هذا راح يمشي معنا طبعا كثير بالمحاضرة وراح ننتبه اكثر. اذا اذا تشوف some molecules are like hands، طبعا بعض الجزيئات راح تكون مشابهه ولهذا هاي راح نطبقها وين بالجزيئات، راح تكون جزيئات مشابهه لمن لليد لليدين، ولهذا راح نكون هل هي لها mirror image وهاي هل هي not identical، هل هي تكون غير متطابقه او متطابقه، وعلى هذا الاساس راح نصنف الجزيئات هي اما كايرال او اكايرال. طبعا لازم تكون طبعا with molecules this means aligning all atoms and all bonds، يعني لازم تكون شني يعني بالك، يعني انت متخلي جزيئة على جزيئة لازم تكون كل الذرات والأواصر انها متعاكسة لها او متطابقة. اذا كانت متطابقة نقول عنها كايرال، اما اذا كانت غير متطابقة نقول عنها كايرال. ولهذا راح يجينا هو ان مولكيول او اوبجكت، طبعا ان هي جزيئه او اي يعني فد شيء يعني ذات از نوت سوبر امبوزيبل اون اتس ميرور ايمج از سيد تو بي كايرال، يعني اي جزيئه هي تكون غير متطابقه لصوره مرآتها راح نقول عنها هي عباره عن جزيئه كايرال. اذا ناخذ السوكس طبعا الجوارب راح نشوف ان صورة مرآة واحد، طبعا ناخذ هذا هو الجوارب صورة مرآة هذا اللي امامك، فراح نخليه راح نشوف المتطابقات. اذا ما دام متطابقات هذا شو نقول عنها اكايرال، ماشي. اذا اي جزيئه مولكيول او اوبجكت ذات از سوبر امبوزيبل اون اتس ميرور ايمج said to be a chiral، نقول عنها هي عبارة عن لين شنو راح تكون لها صورة مرآة لكن صورة مرآة متطابقة. إذا أعرف صورة مرآة غير متطابقة نقول عنها كايرال، صورة مرآة متطابقة نقول عنها كايرال. طبعا هناخذ ذني الجزيئات اللي هي الماء وال CH2BrCl والمركب الثالث اللي هو CHBrClF، نشوف ذني نطبق عليهن هل هن كايرال او اكايرال. طبعا نيجي احنا مين نعرف هذا كايرال او اكايرال، اول شيء draw the molecule in three dimensions، اول شيء نرسم الجزيئه عن طريق ثلاثيه العدس. راح نشوف ان شاء الله بالمحاضره راح نشوف شلون احكمكم شلون ترسمون الجزيئه ثلاثيه الابعاد. بعدين draw its mirror image، طبعا نشوف ايمج يعني نشوف هل نرسم صوره مرآتها. Try to align all bonds and atoms، طبعا نشوف محاذاة او كل الاواصر والذرات هل هي سوبر امبوزيبل لو نوت سوبر امبوزيبل، هل هن يعني تكون متطابقة هاي صورة مرآت او غير متطابقة. اذا نجي للماء، شوف الماء، هذا الماء، الماء من يدرسم 3 دايمنشن، طبعا هو عبارة عن اكسجين، اكسجين هيدروجين مع هيدروجين، طبعا هاي عبارة عن sp3 تتراهيدرال، لان عندنا الماء بمزدوجين الكترونيين، هنا واحد مزدوج وهنا واحد مزدوج، وهذا راح ياخذ شكلين فراغيين ولهذا راح يكون تتراهيدرال. اذا نريد نرسم صورة المرآة له، هذا الهيدروجين اللي امامك نرسمه هنا، وهاي الاكسجين راح يصير محاذاته، وهذا الاكسجين الهيدروجين الثاني راح يكون بهذا هنا بهالشكل هذا. نشوف اذا صارت عندي خلينا نقول عنها جزيئتين، جزيئة ماء اصلية وصورة مرآة الها اللي هي هاي. نشوف هاي صورة المرآة الماء هل ان مطابقة او غير متطابقة. نشوف اذا تشوفون ان جزيئة الماء مع جزيئة الماء راح تكون متطابقة، كل الذرات طبعا كل الاواصر the bonds and atom align راح تكون شبيهة محاذاة الى الاخرى. اذا شوف هاي الاصر مع الاصر، هاي الذرة مع هاي الذرة، الاكسجين والهيدروجين كذلك. ولهذا شو راح نقول عن الماء كايرال او اكايرال؟ اكيد راح نقول عنه اكايرال، هو عبارة عن شنو جزيئة غير كيرالية.
إذا ناخذ المركب الثاني CH2BrCl همينه، لو ناخذ هذا 3 dimensional نرسم ثلاثي الأبعاد، هو عبارة عن شوف كربون. انتبه هنا طبعا، أولا طبعا حنخلي الهيدروجينات عادة، يخلي أي ذرة مو شرط بس الهيدروجينات، أي ذرة تخليها بشكل لاين 3 دايمشن. طبعا إذا تشوف هاي الكربون حرسمها واضح، راح أرسم ذرتين تكون مع يعني بلين مستوية مع الورقة أو مع الصبورة، خلينا نقول ذني ذا هيدروجين أو الهيدروجين وهاي الثاني هيدروجين، راح يكون بشكل لاين نسميه سوليد لاين، يعني بشكل خطوط صلبة. بعدين نرسم ذرتين، هاي تكون بعيدة عن الناظر، إذا تشوفها بعيدة نسميها داش ويج طبعا، والثانية تكون قريبة عن الناظر يعني جاية إليك أمام عينك تصير نسميها ويج طبعا. راح تشوف بعدين بالرسم راح نخليها بشكل خطوط يعني متقطعة، وهنا راح نخليها بشكل خط يعني بولد شوي نطيه تضخين ان معناها أمام عينك. إذا نرسم صورة المرآة لهذا المركب أمامك، طبعا هاي الأخضر مع الأخضر حيصير أمامه، هذا الأحمر مع الأحمر أمامه طبعا ذني ثابتات، هذا الهيدروجين مع الهيدروجين، وهذا كذلك الهيدروجين راح يصير أبعد من الناظر. إذا هذه هو صورة المرآة إليه. نرسم صورة المرآة نجي نشوفها ونطبقها، هل هي متطابقة أو غير متطابقة؟ إذا نجيبها ونفر يمين يسرى راح نشوفها أن هي عبارة عن متطابقة، ولهذا ايش راح يكون؟ راح يكون هي عبارة عن أكايرة. ناخذ المركب الثالث اللي هو CHBrClF، نشوف هذا المركب نرسم ذرتين تكون بشكل سوليد لاين طبعا بشكل خطوط صلدة، خلينا نقول عنها هذا ذرة وهذه الذرة، اختار اي ذرة مو شرط يعني تكون هيدروجين او فلور، اي ذرة انت اختارها شلون ترسمها بشكل سوليد لاين. ومن ثم ناخذ وج وداش وج، طبعا هذا الداش وج وهذا عبارة عن وج، وبعدين ناخذ صورة المرآة إلها. نشوف من ناخذ صورة المرآة ونجي نطابق راح نلاحظ، نلاحظ هنا إذا شوف الكرة الخضراء ما صارت مقابل الكرة الخضراء إنما كرة حمراء، والكرة الخضراء كذلك مقابل من كرة حمراء، وذني طبعا إذا طابقنا الأصفر مع الأصفر راح يكون هاي المشكلة عندنا، ما راح تطابق الأحمر مع الأحمر، وإنما راح تاخذ حمراء مع خضراء والحمراء الثانية مع الخضراء، ولهذا شو راح يكون غير متطابقة. These atoms do not align، ما راح تكون يعني متحاذات البعضين، ولهذا بمجرد ذرة واحدة إذا كانت مو بالذرتين بس فقط، مجرد بذرة واحدة ما متطابقة راح شو راح نقول عنها؟ راح نقول هذه عبارة عن كايرال. إذا راح يكون صورة مرات، هاي شو معناها؟ معناها إن هذا المركب اللي أمامي هذا راح أقول لك، هاي المركب اللي أمامي هذا إنه ممكن يكون بهذا الشكل وممكن يكون بهذا الشكل بالفراغ، ماشي؟ لأن ذني نعتبر المركبين ماشي فراغيا، هو مو مركب واحد هذا، لا عبارة عن مركب. شنو السبب؟ راح أشوف شنو السبب. عبارة عن مركبين مو مركب واحد، وهذا اللي نوصل له. إذا تشوف أنت هذا المركب أنت كل توقعك إنه بالكيمياء هو عبارة عن مركب واحد، لا، هذا بالستيريوكيمستري عبارة عن مركبين، لأن نتج لي مركب صورة مرآة له غير متطابقة. ما دام عندي صورة مرآة غير متطابقة معناها أن عندي مركب ثاني ممكن أني أرسمه بهذا الشكل وممكن أني أرسمه بهذا الشكل. وإيش راح ناخذ؟ شنو معنى هذا الشكل؟ راح ناخذ R و S وتدوير حول الضوء المستقطب حتى نعرف هذا الخصائص لهذا المركب. فنعرف ان بالستيريوكيمستري راح يكون اكثر من مركب الى صيغه، نفس الصيغه الجزيئيه ونفس الاسم، ولكنه شني التوزيع بالفراغ راح يختلف. طبعا هاي ذره الكربون، هاي ذره الكربون اذا انت تلاحظ نرجع شويه للمركبات السابقه، لاحظ هذا المركب، اذا تلاحظ هذا المركب بي سي اتش 2 واضح، وبي بي ار وبي سي ار، اذا تشوف ذره الكربون هنا ما ارتبطت بمجاميع مختلفه، لا فقط بس اثنين ومجموعتين متشابهه، خلينا نقول هيدروجينات اثنين
واضح. اما هذا ولهذا ما كان عندنا كايرال، ولهذا اما هذا المركب الثاني سي اتش بي ار سي او اف راح يكون هنا اربع مجاميع مختلفه او اربع عناصر مختلفه او اربع ذرات مختلفه هي مرتبطه بمن؟ بالكربون. واضح. ولهذا انطاني شني صوره مراه غير متطابقه. هاي ذرة الكربون، هاي ذرة الكربون المرتبطة بها أربع مجاميع مختلفة، شنو نعطيها مصطلح؟ نعطيها أما نقول عنها قبل كانوا يسمونها كايلوريتي سنتر، طبعاً بعدين طبعاً تغير هذا الاسم، بعدين أصبحت أشعة كايرال سنتر أو كايرال كربون أو سيمتريك كربون أو ستيريو سنتر أو ستيريوجينيك سنتر. هذه كلها اسماء هي تعبر عن من؟ عن هاي ذرة الكربون اللي بها اربع مجاميع مختلفة مرتبطة بها. اي مصطلح هو صحيح، ولكن احنا راح نمارس المصطلح استيروجينيك سنتر بهاي المحاضرة، اللي هو نقصد بها ان ذرة كربون مرتبطة باربع مجاميع مختلفة. ولهذا عندنا مركب اي بي، اللي هو هذا المركب اي بي مثل ما حكيت هسه انا لكم، هو شنو؟ عبارة عن مركبين مختلفين، طبعا هو عبارة stereochemistry because they are isomers differing only in the three dimensional arrangement of substituent. طبعا هو عبارة عن شنو؟ خلينا نقول هو عبارة عن stereoisomers، يعني ايزومرات فراغية، لانها شنو؟ لان الايزومرات يختلفن فقط بالترتيب الثلاثي الابعاد للمعوضات. ولهذا شرح نعطيه المصطلح ذني، نعطيه المصطلح enantiomers، يعني enantiomers معناها خلينا نقول هي المركبات اللي شنو هي ميرور ايمج ذات ار نوت سوبر امبوزبل. ماشي، هي عباره عن مركبات اللي هي صوره مراه ولكن غير متطابقه. واضح. هذا هو اهم شيء. اذا شكو مركب يكون الى صوره مراه غير متطابقه هو عباره عن جزيئه كايرال، نقول عنها كايرال مولكيولر. عفوا، وذني نعطيه مصطلح انينشومرز، عبارة عن انشومرات او نسميهن بالعربي الانداد البصرية، يسمى لها مصطلح انه هو الانداد البصرية الانشومرز. واذا سي اتش بي ار سي ال 5 رح يحتوي، يحتوي على كربون اتوم، ذرة كربون قلناها مرتبطه ب 4 different groups، مرتبطه بمن؟ باربع مجاميع او مختلفه. هاي ذره الكربون مرتبطه باربع مجاميع مختلفه، ايش راح نسميها؟ نسميها تتراهيدرال ستيريوجينيك سنتر. واضح. لان تتراهيدرال هاي معناها شنو؟ تتراهيدرال معناها ذره الكربون ما مرتبطه لا اسره مزدوجه ولا اسره ثلاثيه، هاي معنى تتراهيدرال، يعني مشبعه، ذره كربون مشبعه. ولهذا ممكن يكون الجزيئه الكيراليه طبعا طلاب انتبهوا لي، كايرال سنتر تختلف عن كايرال مولكيولز. واضح. الكايرال سنتر معناها ذره الكربون مرتبطه بها اربع مجاميع مختلفه، او الاستيروجينيك سنتر هي نفسها. اما الكايرال مولكيولز لا، انها الذره تكون كيراليه. ولهذا الذره الكيراليه ممكن ان تحتوي على one or more stereogenic center، ممكن ان تحتوي على طبعا stereogenic center، ممكن ان تحتوي على واحد او اكثر. واضح. The general term طبعا stereogenic center refers to any site in molecule and which the interchange of two groups forms stereoisomers. طبعا الاستيروجين، طبعا نقول المصطلح العام هو ممكن يشير لمن؟ الى اي موقع من الجزيئه اللي قابل للتبديل، مجموعتين بدلهن يعني مثل مجموعه مع مجموعه بدلها حتى تكون لي stereoisomers، اللي هو ممكن يكون انيشومر بعدين راح ناخذه دايستومرز اذا شيء ثاني. ولهذا ستيروجينيك سنتر اذا غيرت مجموعتين راح يعطيني فد مركب ستيريوايزومرز جديد. واضح. ولهذا راح يشرح يكون الكربون اتوم وذ فور ديفرنس جروب از تتراهيدرال ستيروجينيك سنتر. ولهذا قلنا عن الكربون اتوم اللي يحتوي على اربع مجاميع مختلفه هو نسميه تتراهيدرال ستيروجينيك سنتر. ليش؟ because the interchange of two groups
convert on enantiomer into another. بسبب انه بس اغير مجموعتين يعني واحدة مكان الثانية راح ينطيني enantiomer، راح يتحول لي المن الى enantiomer اخر، واضح؟ ولهذا راح ينطينا يعني انداد بصرية مختلفة، ما ينطينا نفس المركب. اذا احنا ستعلمنا اكو فد خلينا نقول مفاهيم مختلفة، different concepts، طبعا distinguish between them، يعني خلينا نقول هي هاي ضرورية necessary to distinguish between them، يعني حتى ضرورية نميز بيناتهم. اولا شنو هو الجزيئة molecule that is not superimposable on its mirror image، سميناها chiral molecule. اذا عرفنا ان كل جزيئة تكون لها صورة مرآة غير متطابقة هي عبارة عن كايرال سنتر. وبعد والكربون اتوم بوندد تو فور ديفرنت جروبس هو سمينا ستيروجينيك سنتر، كل ذرة كربون مرتبطة بأربع مجاميع مختلفة هي عبارة عن ستيروجينيك سنتر. طبعا الجزيئات مولكيولز ممكن ان تحتوي على 0 1 اور مور ستيروجينيك سنترز، واضح؟ ممكن ان تحتوي على ما تحتوي على اي استيروجينيك سنتر، وممكن تحتوي على واحد او اكثر. اذا ما احتوت ابد شو نسميها؟ نسميها هاي اكايرال مولكيولز، واضح؟ اذا with no استيروجينيك سنتر a molecule generally is not chiral، مثل الماء اللي اخذناها من CH2Br have no استيروجينيك centers and are chiral molecules، لانها لا تحتوي على استيروجينيك سنتر. There are a few exceptions to the generalization. طبعا هنالك استثناءات بالعموم، يعني ان شاء الله دخلنا بعد اكثر محاضرة حنشوف ان اكو جزيئات كيرالية لكن ما تحتوي على استيروجينيك سنتر، مو اكيرال، واضح؟ لا يسمونها باي فانل، ان شاء الله شوف اذا في مثال ناخذ عليها. اذا كان تحتوي على with one tetrahedral stereogenic center، طبعا اذا كان دائما جاي لحنا tetrahedral stereogenic لان ممكن اصره لان ذره كربون هي تكون مشبعه. طبعا الجزيئه هي دائما تكون always chiral مثل CHBr CLF، هاي عباره عن chiral molecules لان تحتوي على one stereogenic center. اذا اي جزيئه تحتوي على one stereogenic center هي شو نقول عنها؟ دائما هي كايرال، واضح؟ اما اذا كانت تحتوي على اثنين او اكثر تو او مور استروجينيك سنتر ممكن نقول ماي او ماي ماي اور ماي نوت بي كايرال، ممكن نقول عنها كايرال وممكن نقول عنها اكايرال، لكن هي تحتوي، نعم تحتوي على استروجينيك سنتر ولكن ممكن يكون كايرال او غير كايرال. اذا عندنا ممكن اذا كان زيرو ما نقول عنها نقول اكايرال مولكيولز، ولكن اكو بعض الاستثناءات ونشوفها بالمستقبل. اما اذا تحتوي على اصغر واحده عفوا على استروجينيك سنتر واحد نقول عنها دائما هي عباره عن جزيئه كيراليه، اما اذا تحتوي على اثنين او اكثر ممكن ننطق عليها كايرال او ممكن ننطق عليها غير كايرال. ايش وقت ننطق عليها كايرال ايش وقت ننطق عليها غير كايرال؟ طبعا اكو طبعا اكو عندنا مركبات، طبعا اكو مصطلحين راح نشوفهم، هو بلين اوف سيمتري. بلين اوف سيمتري از ا ميرور بلين ذات كاتس ا موليكول ان هالف. طبعا هو عباره شنو راح نقول؟ هو عباره عن مستوى مرآتي يقسم الجزيئه الى النصف. طبعا اذا كان هذا طبعا اذا كان so that one half of the molecule is reflection of the other half، طبعا اذا كان الجزيء خلينا نقول النصف هو عكس النصف الاخر هو راح نقول عنها الجزيئه تحتوي على plane of symmetry، على مستوى تماثل. واضح؟ يعني انا اجيب الجزيئه اقسمها اثنين، مثلا اجيب اي ورقه، هاي ورقه مال ورقه بيضاء واقسمها بالنصف، ايش راح يكون؟ اكيد راح يكون الجزء الايمن هو مشابه للجزء الايسر، نقول هاي الورقه تحتوي على بلين اوف سيمتري، اذا هاي ورقه لها مستوى تماثل، واضح؟ وش راح نسمي هذه الورقه؟ نسميها اكايرال
ماشي. شيء اسمها كيرن؟ لانها تحتوي على بلين اوف سيمتري، لان من قسمه اثنين صار هذا الجزء يساوي هذا الجزء، واضح؟ اذا بلين اوف سيمتري هو عباره عن مستوى مرآتي يقسم الجزيئين الى جزيئين، وكايرال مولكيولز والجزيئه الغير كيراليه دائما شنو؟ يوجوالي contain a plane of symmetry، يعني عادة ما تحتوي على a plane of symmetry، but chiral molecules do not. طبعا أما الكايرال ما تحتوي على plane of symmetry. شوف هذا شنو الحكي، نشوف هذا المركب، نشوف هذا المركب CH2BRCl. هذا المركب اللي تشوفه شو يحتوي؟ نشوف هاي الجزيئة اللي أمامك، من نقسمها اثنين هذا البي آر نقول عنه وهذا السي ال، وهاي الهيدروجينات الموجودة هنا. من قسم من اثنين أكيد راح يكون هذا النصف اللي على اليمين هو نفس النصف على اليسار، ولهذا شو راح نقول هاي الجزيئة؟ إلها بلين أوف سيمتري، إلها مستوى التماثل. ما دام إلها مستوى التماثل إذا شو راح يكون؟ This molecules has two identical halves. طبعا راح يكون لها نصفين متطابقين، ما دام لها نصفين متطابقين راح نقول عن هاي الجزيئة أكايرب. أما هذه الجزيئة إذا تشوفها إذا نقسمها منها اثنين، يعني أي شيء قسمه اثنين، نشوف هذا الجزء منها ما مو نفس هذا الجزء منها، لأن هاي منها عبارة عن فلور أكو، هنا هيدروجين أكو، واضح؟ هيدروجين. اذا هذا النصف اليمين لا يشابه النصف اليسار، اذا هاي يقول نو بلين اوف سيمتري، ما بها مستوى التماثل، ولهذا شو راح تكون الجزيئة اللي ما لها مستوى التماثل راح تكون عبارة عن كايرا. اذا summarizes the main facts about clarity we have learned thus far. طبعا خلينا نقول ناخذ المختصر اللي هذا كله حكيناه، كل ذاك عبارة عن فيلم، وحتى هذا فيلم. إذا everything has mirror image هو شيني the fundamental questions is whether a molecules on its mirror image and superimposable. طبعا كل شيء هو عبارة عن إلى طبعا إلى خلينا نقول صورة مرآة، ولهذا نقول هو السؤال الأساسي إن الجزيئات اللي إلها صورة مرآة هي هل تكون متطابقة أو لا. طبعا إذا كانت الجزيئة إلها صورة مرآة لكن هي شيني not superimposable راح نقول عنها كايرال. أما الجزيئة اللي إلها مستوى اللي إلها صورة مرآة ولكن غير متطابقة متطابقة العفو نقول عنها أكايرال. هاي فهمنا. بعد مصطلح stereogenic center أو and chiral molecule طبعا هي شنو راح تكون بالعموم هي الكايرال مولكول must have one or more stereogenic centers. طبعا الجزيئة الكيرالية ممكن أن تحتوي على واحد أو أكثر من stereogenic center. بعد إذا كان plane of symmetry موجود للجزيئة نقول عنها جزيئة شنو مولكول أكايرال، جزيئة غير كيرالية. هذا ما هذا المختصر كل اللي حكيناه مسا. استروجينيك سنترز، استروجينيك سنترز اون كربون اتوم ذات ار نوت بارت اوف ا رينج. طبعا اذا كان غير خلينا نقول مو جزء حلقي شنو نجي؟ نجي اذا هذا المركب نقارن هذا المركب اذا تشوفه هنا خلي ببالك راح يكون هذا اللون الازرق هو عباره عن شنو؟ عباره عن استروجينيك سنتر، عباره عن ذره كربون تحتوي على اربع مجاميع مختلفه. إذا نشوف هذا المركب مع هذا، هذا حكي كله خف أنت تنسى اللي أشرحه لك. نشوف هذا المركب يحتوي على أربع مجاميع اللي هو شنو اللي هي اليود بروم فلور كلور. إذا هاي عبارة عن استروجينيك سنتر. هذا المركب همينه هو يحتوي على أربع مجاميع، المجموعة هاي هو عبارة عن بوبل، هاي المجموعة عبارة عن إثيل، هاي المجموعة عبارة عن بي آر، وهاي ذرة الهيدروجين. إذا عبارة عن أربع مجاميع، ولهذا نقول عنها استروجينيك سنتر الموجودة هنا. طبعا انتبه يا طلاب هاي الملاحظات، كل كربون CH2 هاي مو استروجينيك سنتر، وكل كربون CH3 هي هم كذلك ننسى اعتبرها مو استروجينيك سنتر، واضح؟ كل كربون CH2 هاي مو استروجينيك، فقط اللي تحتوي واحد مرتبط هيدروجين واحد
مرتبطة وين؟ بالكربون. خلي ببالك هذا الشيء، يعني إذا كربون مرتبط بهيدروجين وحده ممكن نقول عنه استروجينيك. إيش وقت نقول عنه استروجينيك؟ إذا كان مؤاصرة مزدوجة. أما إذا كان آصرة مزدوجة راح نكون نو، يعني ما يكون استروجينيك سنترز. لكن حتى لو آصرة منفردة نشوف المجاميع الباقية هل متشابهة لو غير متشابهة. انتبه لي طلاب، لازم كاربو استروجينيك سنترز هو الكربون يحتوي على أربع مجاميع مختلفة. لكن بعد للسهولة نقول كل ذرة CH2 هي عبارة عن مو استروجينيك سنتر، و CH3 كذلك هي عبارة عن مو استروجينيك سنتر. بعد SB2 و SB1 هايبردايزد كربون، يعني الكربون تحتوي على SB اللي هي آصرة ثلاثية، والكربون تحتوي على SB2 اللي هي آصرة راح تكون شني؟ راح تكون هي مو استروجينيك سنتر، لا يمكن ان تستطيع ان يكون هي استروجينيك سنتر. نجي ناخذ هذين المركبات اللي امامك، طبعا هذا المركب وهذا المركب وهذا المركب. عندي شوف هذين المركبات هي شنو هاي المركبات، هل تحتوي على استروجينيك سنتر لو لا؟ اذا شوف هذا هنا، طبعا عندنا اذا تشوف ذرات كربون هواي طبعا بهذه المركبات، لكن نشوف يا اللي يحتوي على ذرة كربون ترتبط بأربع مجاميع مختلفة. نشوف هذا هنا هو عبارة عن CH2، إذا هذا ما يحتوي، هذا إذا ما نعتبره استروجينيك سنتر. هذا هنا إذا تشوف هذا المركب، إذا تشوف هنا هاي ذرة كربون هاي بالأزرق هنا طبعا تعتبر استروجينيك سنتر، لأن هنا مرتبطة بهاي كلها مجموعة مختلفة عن هاي المجموعة عن هاي المجموعة عن هاي المجموعة. إذا تشوفها أربع مجاميع مختلفة مرتبطة بها. بعد هاي ذرة الكربون كذلك هي عبارة عن استروجينيك سنتر، لأنها شني تحتوي على هاي المجموعة، تختلف عن هاي المجموعة، بتختلف عن هاي المجموعة خلينا نقول عنها ماشي. وهنا أكو هيدروجين عندنا واحد هي عبارة عن CH. ليش ما قلنا هاي ذرة كربون استروجينيك هنا، وليش ما قلنا هاي استروجينيك؟ ممتاز، لان هاي تحتوي على من ترتبط على، لان عباره عن ذره كربون SB2 لان تحتوي اصله مزدوجه، وهاي كذلك اصله مزدوجه. هاي ليش ما قلنا عنها استروجينيك سنتر؟ لانها هم كذلك SB2 لانها ترتبط اصله مزدوجه مع الاكسجين. هاي ليش ما قلنا عنها استروجينيك سنتر؟ لانها عباره عن CH3 ماشي. هاي ليش ما قلنا عنها استروجينيك سنتر؟ كذلك هي عباره عن CH3. هاي ليش ما قلنا عنها استروجينيك سنتر؟ هاي عباره عن CH2. وهكذا نشوف هذا المركب يحتوي على اثنين فقط، هذا المركب يحتوي على ثلاثة فقط. كذلك مثل الحكي اللي حكيناه على ذاك المركب. عندك هنا مركب، طبعا اذا جاك سؤال اجيب لك انا سؤال، اجيب لك في مركبين او ثلاثة اقول لك حدد لي الاستروجينيك سنتر بالمركبة. طبعا هذا اللي هو البوتيرول، ثاني دراج، مركبين دوائيين طبعا، واللي هو كلور انفينيكول. شوف حدد لي، طيب لك تشوف المركبين اقول لك حدد لي اياهم فقط، وين استروجينيك سنتر. اذا تشوف هذا يحتوي على بس فقط واحد استروجينيك سنتر اللي هو هذا، وهذا يحتوي على اثنين فقط استروجينيك سنتر.